على ألحان زعزعة الاستقرار والدمار والإرهاب، أراد النظام الدولي الأطلسي أن يكسر محور المقاومة في المنطقة من سوريا إلى لبنان والعراق واليمن. كل ما فعله المحور بعظمته وقواه أنه واجه مؤامرة دولية تخدم في النهاية إسرائيل وهيمنتها الإقليمية الموعودة. هذا ما أكدته قوى المحور والوقائع الميدانية مراراً. في المقابل حولت القوى المضادة المواجهة إلى طائفية مذهبية موجهة سهامها إلى طهران. حتى موسكو لم تسلم من وضعها في خانة القوى المعادية حين انخرطت ميدانياً في دعم سوريا التي وقفت إلى جانبها أنظمة حكم وقوى عالمية وأممية كفنزويلا وكوبا ودول في أمريكا اللاتينية التي كانت تحت حكم قوى يسارية تقدمية. ومن عشية النار إلى طوفان الأقصى، رأس حربة المواجهة هذه المرة كانت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس. هنا لم نكن أمام تحالفات جديدة، فأطراف المواجهة هم أنفسهم قوى المقاومة، يقابلها النظام الدولي الأطلسي وأدواته الرسمية العربية، وقوى في مقدمها جماعات التكفير الدموية والطائفية من داعش الذي يقوم بعمليات إرهابية بما بقي له من قوة، محاولاً لملمة نفسه بمساعدة قوى الأطلسي بقيادة واشنطن إلى النصرة المتحولة إلى هيئة تحرير الشام التي تتقاتل وتتآكل وتعرف تمرداً شعبياً عليها من قواعدها الجماهيرية نفسها بسبب سياساتها الأمنية. الثابت أن هذه الجماعات المسلحة التي ساهمت في تدمير بلدانها لم تقدم أي دعم مادي أو عسكري لصالح غزة ومقاومتها ولم تواجه الاحتلال قط، فجل ما قامت به هو استخدام الإسلام مطية لتنفيذ الثورات وتمزيق النسيج الشعبي العربي. في المقابل تقف جبهة الإسناد نفسها إلى جانب فلسطين من العراق الذي يواجه الاحتلال والإرهاب والعدوان الإسرائيلي على غزة، إلى حزب الله الذي تعرض لحملات تشويه وتكفير واتهامات بسياسات مذهبية، وهو نفسه من أوقظ جبهة إسناد غزة من اليوم الثاني لطوفان الأقصى. فاليمن الذي واجه عدوانا ومؤامرة هو بقيادته نفسها وعلى رأسها عبد الملك الحوثي يقود الآن أهم جبهة إسناد وإرباك ذات أبعاد استراتيجية في البحر الأحمر. أما سوريا فكانت أكثر من داعم وبقوة منطلقة من أدوارها السياسية واللوجستية على الرغم من سنوات القتال 13 التي أنهكتها.